في دراسة أمريكية بتقول إن الإفراط في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ممكن يكون بيتسبب في إعاقة للأطفال عن تكوين صداقات حقيقية في الفصول الدراسية. مش بس كده، كمان يمكن لما بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كتير ده بيؤدي لمجموعة من التأثيرات السلبية على الصحة النفسية والجسدية. خلينا نحلل ده بشكل يعني علمي ودقيق، ونقول المزايا منا ونقول العيوب. نقول ان احنا خلال العشرين سنة اللي فاتوا بقى عندنا جوجل، وبقى عندنا يوتيوب، وبقى عندنا وسائل تعلم تكنولوجية، وبقى عندنا طرق ان احنا نكلم كل جنسيات العالم. وده يمكن بيحصل مع اطفالنا ان ليهم اصدقاء من اقصى الشرق لاقصى الغرب، من اسيا ومن اوروبا ومن استراليا. ولكن في النهاية، هل هم بنفس النشاط الذهني بتاعنا؟ هل هم بنفس السلوك الاجتماعي اللي احنا كنا فيه؟ رحبوا معنا بالدكتوره منال حماده، اخصائي تعديل السلوك بجامعه عين شمس. هنتكلم معاها عن كل هذه التفاصيل. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بك يا فندم. في البدايه، ولادنا النهارده عندهم ادمان على السوشيال ميديا، التيك توك، فيديوهاته، الريلز، الشورتس، الفيديوهات القصيره، هي دي بقت منبع المعلومات بالنسبه لجيل كامل. تاثير ده على أطفالنا في هذا الجيل يبقى عامل إزاي من فيما يتعلق بالسلوك أو النشاط الاجتماعي؟ احنا خلينا نتكلم الأول على تأثيرها على الطفل عامة أو الكبير أو الصغير بشكل عام. أولا السوشيال ميديا، وإن احنا بنبقى متواصلين بيها على طول أو مستمرين في التعامل معاها لوقت كبير، ده ممكن بيأثر علينا إن كنفسيا بيدخلنا في مراحل الإدمان. وثلاث ارباع الناس دلوقتي، اذا ما كانش كلهم الا من رحم ربي، بقى مدمن للسوشيال ميديا، كبير وصغير. طب احنا بيأثر علينا ايه لما بنبقى ادمان؟ احنا عندنا ماده اسمها ماده الادمانين، دي الهرمون الخاص بالسعاده والرضا. فهتلاقي دايما احنا عندنا تاهب ان جاي لك لايك، بتجري بسرعه تتفرج اللايك، بتضحك وبتنبسط. طب جالك اي حاجه تانية، انت عملت مثلا فيديوز وتحصل له شير، ده شيره وده شيره، فبتبقى دايما الدماغ عندها حاله التأهب ان هي بيجي لها اشاره بالسعاده، فما بقاش كل السعاده. احنا بقى في وقت دايما يعني مفيش رضا، النوتيفيكيشنز دي او الاشعارات دي بالزبط. هي بقت اشعارات السعاده الحقيقيه؟ لا مش الحقيقيه، بس بقت تدي للدماغ اوردر ان انا سعيد حتى لو السعاده دي مزيفه. صحيح. مش حقيقيه. فابتدينا نشوف بسبب الادمان للسوشيال ميديا عندنا امراض تانية، بقى الاكتئاب، بقى القلق، بقى التوتر، بقى عدم الرضا عن النفس، والأرق. ما هو التوتر من ضمن كمان ان انت بيبقى عندك أرق، دي مشاكل تانية بقى صحية، ان احنا بندخل في عدم النوم، عدم التغذية الكويسة، عدم الرياضة، وكل ده بيصيب كبير وصغير. المشكلة ان احنا في الفترة الأخيرة بقى عندنا احصائيات ان كمان الأطفال من سن سنتين لسن 9 سنين ابتدينا نشوف مراحل اكتئاب، وده ما كانش بيبقى موجود عند الأطفال في السن ده. ليه؟ لان بقى 3/4 الوقت ماما عايزة تخلص من زنه، عايزة تخلص من ان هي بتعمل حاجاتها، بابا مش عايز دوشة بيشتغل، اديله الموبايل. لا ده كان زمان، دلوقتي بياخدوا الموبايل ويزنوا برضه. ده الابديت الجديد، بطلنا المرحله اللطيفه دي. ده الابديت الجديد، فبالتالي بقى دايما قاعد على الموبايل. ده يؤدي على ايه بقى نفسيا؟ احنا خلاص قلنا نفسيا. دخلنا بقى في الصحه او في الحاله الجسديه، بقى عندنا مشاكل في العين، مشاكل في الظهر، بقى في تقوس في الظهر عند الاولاد، في تيبس في بعض الفقرات او في بعض المفاصل، ده بسبب انه بيقعد فتره كبيره ما بيتحركش. وخلانا نوصل بقى المرحلة اللي انتوا بتتكلموا عليها دي، العزلة الاجتماعية، ان بقى خلاص هو منساق في الموبايل، ما بقاش عندنا اصحاب زي زمان، ما بقيناش بنخرج، بقينا بنبقى زي بالظبط. بيديني احساس ان الولد عنده توحد او عنده طفل توحد، هو اصلا ما عندوش توحد، هو بقى عنده انعزال بسبب الموبايل. اقول لحضرتك حاجة، على مدار سنين طويل جدا كان في لعب بيتوارثها المصريين جيل بعد جيل ولم تتغير، الاستغماية، اللي مش عارف، ما بقتش موجوده، الحبل، نط الحبل، الحاجات اللي كنا بنشوفها واحنا اطفال واجدادنا وابهاتنا كانوا. هل الكلام ده موجود دلوقتي؟ لا طبعا مش زي الاول خالص، حتى البازلز والالعاب الميكانو والكلام ده كله ما بقاش موجود زي الاول. بس في بيوت عندهم ادراك ان ما ينفعش دايما الطفل يبقى قاعد ماسك السوشيال ميديا او ماسك الموبايل او ماسك التاب ايا كان نوعه، ما ينفعش ابدا ان انا اسيبه فتره كبيره قاعد عليه. ده بيبقى عندنا مشكله في البيت، مشكله في الاسره، المفروض نبقى في تقنين وترشيد للاستهلاك الموبايل او ايا كان اللي في ايده. ده بيؤدي ايه؟
ان احنا ما بقيناش دلوقتي عندنا اصحاب في المدارس زي ما حضرتك بتتكلم، ان الطفل ما بقاش ليه صداقات حقيقيه، بقى كله في عالم افتراضي. بس بقى بنلاقي كله في حياتي دكتوره عندهم اصحابهم مش في الحياه كده، لما يتقابلوا ما يعرفوش يتكلموا، يعني هم في المدرسه ما بيعرفوش يتكلموا، لاني ما بقاش يعرفوش يفتحوا توبكس مع بعض، لكن وهم قاعدين على السوشيال ميديا اعرفي بقى خدي التليفون ولا البلاي ستيشن ولا اي حاجه منه، لان ما عندوش ان احنا نبقى قاعدين فيس تو فيس نتكلم مع بعض. ما بقاش عنده الثقه بالنفس، دايما حاسس بعدم ثقته بنفسه، هو من ورا الموبايل محدش شايفه، محتاج حاجه محدش شايفه، فبيتكلم براحته، بيبقى عنده ان هو يعمل اي حاجه من غير ما حد يشوفه. لكن فيس تو فيس ان انا اقعد اتكلم معاكي كحوار، هلاقي نفسي انا ضعيف فيه، فبالتالي خايف ان انا اطلع بصوره مش كويسه قدامي، ده كبير. لكن الاطفال انا دلوقتي بقت عندي في الموبايل انا ليدرز في كل حاجه، طب لكن انا دلوقتي لما اجي ابقى مجموعه ممكن ما بقاش ليدر، فبالتالي بهرب منها، ممكن يتنمروا عليا فبهرب منها. كل ده محتاج ان احنا نعمل له تعديل وترشيد لحاجات معينه للاطفال بالذات السن الصغير. طب حضرتك قلتي حاجه، قلتي ان في اسر واعيه لفكره انه ما يبقاش الوضع الالكتروني السوشيال ميديا وغيرها هي المسيطره على البيت. لفتره ما كان في ناس كتير بتحاول وتجاهد في القصه دي، يمكن العدد ابتدى يقل لان الاهالي ابتدت تقلق، هم بيضعفوا قدرات ولادهم التكنولوجية، هل مع وجود بقى حاجات زي المبادرات الكتير من المدارس الإلكترونية وغيرها اللي هي بتعلم الولاد البرمجة وغيرها، هم بيبقوا قلقانين لحسن الناس التانية تاخد حاجات وولادهم مش واخدين. ما هو في فرق بين إني أنا أسيب ابني عارف بيشتغل في ايه وبينتج في ايه، يعني زي التحول الرقمي، انا المفروض ان انا بتعلم البرمجه، بتعلم ان ازاي اشتغل على الكمبيوتر، اشتغل على الموبايل بالطريقه اللي تناسب وتقوي مش تضعف. لكن ان انا اسيبه 24 ساعه على لعبه ايا كان اسمها، طب ما ده بتضرني. ما هيقول لك انا بطورها، انا ببرمجها، انا بعمل سكريبت جديد، لا انا بيبان. بعمل فيز، لا 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 بيبان اذا كان الطفل بيكذب ولا اذا كان الطفل بيتكلم بجد. ده ممكن يخلق عادات كذب عند الولاد طبعًا، علشان يقدروا طبعًا يقعدوا فتره طويله ويقدروا. ما انا دلوقتي لما همنعه منه ممكن يكذب، بس انا لو في تفاهم بين الام وبين الاب بلغه حوار بينها وبين ابنها او بينها وبين بنتها، هيعرفوا ايه مدى خطوره ده، ايه الحاجه الكويسه فيه وايه اضراره، يعني انا اخد منفعته واسيب اللي بيضره. ده بيبقى بسبب ان انا في حوار بيني وبين الاب وبين الام، مش هسيبه ياخد كل حاجه من على الموبايل. طيب مهارات الذكاء الاجتماعي اللي هي بتعد اهم عنصر من عناصر القبول في اي عمل او القبول في اي مجتمع، في الاطفال ولا في الكبار؟ يعني بكلم دلوقتي على الاطفال. تمام. احنا اتعلمناها لان احنا كنا جيل ورا جيل اتكلمنا وخرجنا وفهمنا وغلطنا وعملنا حاجات التجربة. صح وعملنا التجربه. النهارده دي ما بقتش موجوده، وبقى يندر ان احنا بنشوف حتى الاطفال في التجمعات العائليه كلهم قاعدين ماسكين الموبايلات يا دكتور. تمام. ده بجد الموضوع وصل لمرحله ان ما بقاش في نوع من انواع الحوار. طب ما انت بتبقى ماسك الموبايل بالظبط، انا لسه حضرتك يا دكتوره القدوه الموبايل. القدوه، انت دلوقتي قدوه لابنك وقدوه لبنتك، هو شايفك بتطلع من الشغل ترجع ماسك الموبايل 24 ساعه، حتى لغه الحوار بين الاب وبين الام بقت مفقوده، دي ماسكه موبايلها وممكن تكون بتضحك مع اي حد تاني، ومعانا احنا الاثنين في بينا وبين بعض بوز لا كبير. او هي وجوزها، هي والاب والام بيبعتوا لبعض ريلز ويضحكوا، ولكن واحنا دي لا لا دي بقى لو في علاقه ود بينهم هما الاثنين، وده بيبعت لده وده بيبعت لده. لكن الطفل حساس جدا على طول. لا لا في الطفل مشكلته ان هو في السن الصغير بيتعلم من الاب والام عن طريق السمع والنظر. صحيح. مش عن طريق السمع بس، انت ممكن تتكلم من هنا لبكره وبيشوفهم بيعملوا ايه، من هنا لبكره مش هيقتنع. ده حقيقي. لكن اللي انت بتعمله هو بيعمله. طب انت هتقول له ما تمسكش الموبايل وانت ماسكه، ما تقعدش على اللعبه دي خطر عليك وانت بتلعبها، طب انت بتكذب وهو بيكذب، ما انت هو مرايه لكل اللي انت بتعمله. فيبقى علشان خاطر اقلل ده انا نفسي لازم اكون في عندي ليميت معين للاستخدام. في مقوله حلوه جدا للفنان محمد صبحي بيقول ايه، لما حبينا نربي اولادنا فوجئنا ان احنا بنربي انفسنا. هو فعلا احنا عشان نربي الطفل لازم انا اكون عندي كل الاساسيات اللي لما اديها له تكون موجوده عندي، لان هو هيشوفها فبالتالي هيتشوف مني وهيقلد. ده بالنسبه للاطفال. الدراسات رصدت ايه فيما يتعلق بالتنمر، بال
التوحد، بكل الأمراض النفسية اللي بتصيب الجيل ده، هل في أرقام، هل في إحصائيات؟ خلينا نذكر بس إن التوحد والأوتيزم ده ملوش دعوة بالموبايل، لأن دي دراسة مش مظبوطة. دي خليها على جنب. اللي بيربط بين ده وبين ده والناس بتتلخبط فيه، إن بعض السمات اللي بتحصل بسبب الوجود على الموبايل موجودة في التوحد، بس مش هو ده بعيد خالص. لا، هما بيسموها حالات من التوحد. لا، هي الوحده ملهاش دعوه، يعني لان في ناس بتشخص من غير ما تكون عندها الباك جراوند كامل عن الحاله اللي قدامها، وده ما ينفعش. احنا عندنا الطفل لما بيقعد على الموبايل فترات كبيره، هو بعده بيتعود على انه يبقى ياخد جنب، العزله، ان ما بيبقاش انت لو ناديتيه مش هيسمعك. ده مش معناه ان هو عنده اوتيزم او امراض توحد، طفل توحد، لا، ده من التركيز القوي في الموبايل اللي قدامه بيخليه ما بيسمعكيش او مش عايز يرد عليكي. دي تبقى حاجه ثانيه. طيب، دي حاجه ثانيه. دي ممكن يكون مش عايز، زعلان من ماما او في حاجه، بس طبعا لازم يرد، لان احنا كدين وكتربيه لازم احنا بنرد. ما فيش حاجه كده. الوارد يبقوا قلقانين انك تبقي يعني مثلا عامله سكرين تايم او وقت مخصص للشاشه، فمش عايز يرد عشان يكسب التايم بتاعه، ياخد التايم بتاعه. دي برده من ان احنا ما بنقننش بالظبط. لازم يكون في اتفاق، ولو ماما ناديتك ترد، هديلك بديل. يعني ما هو انا ممكن اكون عامله له تايم ساعه، طب انا هستخدم الساعه، هات وحط وخد وادي. طب ما راحت الساعه بتاعته، ما برضو ده مش عدل. أيوه. يبقى الساعه بتاعته المفروض انها بتاعته، انا خدت منك 5 دقايق هديهم لك، فبالتالي هو هيتعلم ان ماما صادقه ادتني الساعه كامله، يبقى بالتالي لما انا اجي اقوم اعمل اي حاجه هاخد بديل التايم اللي ضاع. خلينا نرجع للدراسات، هل في حصلت في الدراسات في الغرب او عندنا في دراسات مصر؟ امريكيه، وفي دراسات في كل مكان. قالوا ايه تحديدا فيما يتعلق بالجيل ده؟ ان الطفل من سن، زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان الطفل من سن سنتين الى 8 9 سنين ابتدى نجد عنده حالات اكتئاب. بسبب ايه؟ بسبب العزله الكتيره اللي على الموبايل، وسبب التنمر الزايد اللي موجود دلوقتي، زي ما كنا بنتكلم شويه عن التنمر. لان اكتر حاجه ممكن تقلل ثقه الطفل في نفسه ان يبقى التنمر ده كمان من داخل الاسره، ان بتصفه بحاجات مش موجوده فيه. بالدليل بيبدا بقى هو ايه، لما مثلا انا قلت له انت غبي انت غبي انت غبي، هو مش غبي، هيبدا يعمل ايه؟ مش انا غبي، انا غبي، مش انا فيا مشكله، انا فيا المشكله دي. ليه؟ لاني انا دايما بصفه بالصفه اللي مش موجوده فيه، وهو حاسس انه مظلوم. يبقى من الاخر هيعمل ايه؟ هو ده اللي عندي. طيب، في بعض الأحيان عايزة أعرف، ممكن اللعبة تكون زي ما هي بتضعف من شخصية ولاد بتقوي شخصية ولاد؟ يعني حد من الولاد يكون عنده إعاقة ما، مش قادر يجري مثلا، يتحرك كويس، يلعب، يشوف حتى كويس، أيا كان نوع الإعاقة. في بعض الألعاب بتخلي شخص ما مش قادر يتحرك كويس، لكن في اللعبة لهلوب عمال يطلع وينزل وينط وبيحرز فيها نجاحات. دي حالات طفل مش قادر يشوف كويس، ولكن من عن طريق الابليكيشنز الناطقة هو بيبقى بيتوصف له وشايف وحاسس وبتاع. فهل ده بتخلق نوع من انواع الدعم النفسي او الاكتفاء الذاتي اللي بيبقى ممكن اضيف حاجه فتح. لو هتشوفي اكتر الاطفال المدمنين على الالعاب الالكترونيه وزنهم زايد طبعا، حركتهم رشيقه جدا في ملعب الكوره او في التنطيط او في الجري او في البابجي، لكن هم في الحقيقه ده بقى نوع من انواع التعويض او لا، ده اللي احنا قلنا عليه. ما هو الزوزان الزازه او السمنه المفرطه ده بسبب ان هو قاعد 24 ساعه ما بيتحركش. فين الحركه اللي تقلل الوزن؟ بيتحرك على السكرين اون سكرين. لا، دي مش حركه، دي مش حركه. احنا كبير ممكن يحصل له جلطات بسبب ان هو دايما قاعد على الموبايل ما بيتحركش، لان الدوره الدمويه ربنا خلقنا لازم بالحركه مش بالقعده. فالطفل اللي عنده سمنه مفرطه ده مشكله ان هو يتشال منه الموبايل اولى علشان ينزل الرياضه. لازم نخلق للطفل في السن ده مجال اخر غير الموبايل، وده اللي هيخليه يسيب الموبايل. انا دلوقتي الطفل لما هيلاقي انه بينزل كشافه مثلا، زي زمان اما كان بيبقى عندنا كشافه، المعسكرات الصيفيه، البازل، ان ينزل المكتبه يدور على حاجات معينه هو عايزها، قصور الثقافه، كل ده هيخرج الطفل من العمر الافتراضي او العالم الافتراضي بتاعه او العزله الاجتماعيه للنشاط. احنا محتاجين الطفل في السن ده يبقى فيه مشاركة أكتر ما منها مشاركة فعلية، مش مشاركة افتراضية. أيوه. طيب، نقدر نقلل استخدام التكنولوجيا إزاي وفي نفس الوقت ما نبعدش الولاد عن التراك
لان كل حاجه ماشيه حوالينا بالتكنولوجيا. بترشيد الاستهلاك وبالاتفاق بين بابا وماما بمواعيد محدده، انت ليك ساعتين في يوم اختارهم. ماما لا، ساعتين قليلين، ما هو الساعتين دي مش هترضى، مش هيرضيه، فممكن باتفاق الساعتين يبقوا ثلاثه، بس ما نسمحش باكتر من كده. كل نص ساعه قوم اتحرك وكمل. مش لازم بيبقى السوشيال ميديا على الموبايل انا قاعد 24 ساعه بس، لا، لازم يكون في مسافه، في تلفزيون، في بلاي ستيشن، في ان احنا نلعب العاب يدويه، في المشاركه بقى بين الاب وبين الام، يبقى في فتره احنا قاعدين بالليل احنا افتقدناها تماما. كنا زمان لما بابا يجي من الشغل يبقى عندنا الفتره اللي احنا بنقعد فيها دومنا وكوتشينا والحاجات دي موجوده، او قاعدين نتفرج مع بعض على التلفزيون، على حتى على العشاء. فين النهارده الاسره امتى بتجتمع على مائده واحده؟ بالتاكيد كل دي حاجات امراض وصلت في عصرنا الحالي، سببها هو وصول التكنولوجيا، انشغال اكتر. مش هنتهم الموبايل في كل حاجه، مع المشكله ان احنا كبنجري ورا المعيشه والمطلوب مننا، بقى عندنا ستريس قوي في حاجات تانية. صحيح. بس ولادنا ما لهمش دعوه. صحيح، احنا محتاجين نعدل سلوكنا في هذا الشان. بالتاكيد في كلام كتير جدا ودراسات كتير جدا اتعملت على السوشيال ميديا وعلى وسائل التكنولوجيا وعلى البلاي ستيشن وعلى كل الالعاب اللي خدت جيلنا في حته تانية. فيها مميزات؟ فيها مميزات ما بننكرهاش، ولكن فيها عيوب سلوكيه بالتاكيد يوم بعد يوم بتتكشف لينا في اولادنا. بنشكرك دكتوره منى الحماده، اخصائي تعديل السلوك في جامعه عين شمس، نورتينا وشرفتينا وكلمتي معانا عن كل هذه المحاور. شكرا جزيلا لحضرتك. مرسي. شكرا جزيلا.